مشاهدينا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من شباب على الهواء. خلاص ساعات قليله بتفصلنا طبعا عن العام الجديد، يا رب يكون عام سعيد على كل المصريين وعلى مصر، يا عم الخير والرخاء على هذه الدوله وعلى المصريين. يا رب يكون عام مليان بالطموح لكل الشباب المصري. نسرد لحضراتكم كل القصص الايجابيه ونتكلم دايما عن كل التفاصيل الصغيره، كل المشاوير، كل النقاط المضيئة من الشباب المصري، ونتكلم دايما عن كل ما هو إيجابي وإنجاز حقيقي متواجد على أرض مصر من الشباب المصريين. هي دي رسالتنا في برنامجنا، أن احنا نتابع كل ما هو إيجابي داخل الدولة المصرية من خلال الشباب ومن خلال عيون الشباب ومن خلال تجارب الشباب. نتمنى طبعا أن كل ما هو جديد خاص بالشباب أن احنا نذكره بشكل إيجابي إن شاء الله السنة اللي جاية، ويكون عام مليء بالإنجازات والطموحات وكل الحاجات الإيجابية الجميلة اللي بنتمنى طبعا أن هي تسود وتكون حاجة من الحاجات الجميلة الموجودة داخل مجتمعنا المصري ووطننا العربي. نتمنى طبعا كل الإيجابية، كل الحاجات الجميله اللي احنا دايما بنتكلم عليها. بنحاول دايما ان احنا نسرد القصص، نتكلم ونتعلم ازاي ان هم الشباب قدروا ان هم يكونوا من الطاقات الايجابيه الموجوده داخل المجتمع، ازاي ان هم قدروا يكتشفوا المواهب بتاعتهم، ازاي ان هم قدروا يكونوا من النماذج الايجابيه الحقيقيه الموجوده داخل المجتمع المصري. النهارده موجود معانا اثنين من النماذج في الغناء والعزف، هنتكلم معاهم بالتفصيل عن كل ما هو ايجابي وهنشوف رحلتهم ومشوارهم وطموحهم. كل ده هنشوفه، ولكن خلونا نخرج لفاصل مع تقرير عن تهنئة بالعام الجديد ونرجع مرة تانية. خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية في استوديو شباب على الهواء. خلينا كده نتكلم على ان النهاردة الحلقة الختامية 22 ونبدأ بقى 23 بالفرحة والأمل والسرور. عايز اقول ان معايا النهاردة اتنين من النماذج الشبابية الرائعة في العزف والغناء. نرحب بيهم الاول، معايا منال ربيع عزيفة عود. برحب بك يا منال، كل سنة وانت طيبة. ومعايا احمد العمري مطرب. برحب بيك احمد، كل سنة وانت طيب. ربنا يخليك. طيب انتوا متواجدين، يعني دي يعني ده ختام حلقه النهارده، ختام ل 22، وخلينا نقول ان هي بدايه ل 23 ان شاء الله. يا رب يكون عام مليء بكل حاجه تفرح كل الناس وكل المصريين يا رب، ويكون رخاء وامان وسلام لكل المصريين. طيب منال هبدا معاك القصه والبدايه، بدايتك مع العزف. انا بدايتي كانت وانا طفله، يعني 10 سنين تقريبا، وابتديت عود على طول. يعني انا بحب العود من زمان لانه انا شرقيه يعني عريقه، انا بحب اي حاجه قديمه عموما، يعني اثار، تاريخ، في اي حاجه. فعشان كده اخترت العود لانه هو اله برضو بحس ان فيها قديم. يعني انا لما اعزف حاجه للموسيقار محمد عبد الوهاب احس ان انا رجعت للوقت اللي كان بيلحن فيه، يعني رجعت للعصر ده. يعني هو يمكن من الالات الوتريه القديمه جدا، ولكن خلينا نقول ان هو برضه حديث. يعني هو في ليه طابع وبيتطور العود. هو بيتطور طبعا. هو في العود الشرقي وفي العود العراقي، هو بيبقى موديل يعني. هو طبعا كل دي مدرسه ودي مدرسه. صحيح. بس هي الفكره برضه، وانا ما كنت صغيره شويه ما كنتش ببقى عارفه ايه المدرسه اللي انا بحبها اكتر. ذلك كان عودي اللي قبل ده كان عراقي، فما كنتش فاهمة. دلوقتي لا، لما فهمت لا أنا أحب يعني أميل أكتر لمدرسة محمد عبد الوهاب، موسيقار رياض السنباطي، اللي يحب موسيقار فريد. يعني أنا بحب المدرسة يعني يمكن المصرية أكتر شوية، فذلك غيرت خالص. العود الشرقي اللي بيمثل جزء كبير جدا من التخت الشرقي. طيب منال، يعني مين أكتر حد كان بيشجعك في مشوارك دوت والموهبة دي؟ يعني أسرتي كلها بصراحة، يعني ماما وبابا وخلاني وعمامي، كل أسرتي بصراحة، جدتي وكله. طيب أنا الحقيقة مش عايز أتكلم معاكم كتير، عايز أسمع منكم أكتر، سواء أنت أو أحمد. خلينا نسمع كده حته كده، تعزف لنا حته كده يا منال. احمد نروح بقى للغنى طبعا، وبدايتك وقصتك مع الغنى. يلا. انا بدات يعني اخش الموضوع من الناحيه الاحترافيه شويه وانا في اولى اعدادي. خدني كان حد صديق لي يعني عرفني على فرقه موسيقى عربيه بتاع الدكتور عادل واصف الله يرحمه. بصراحه هو خد بايدي كده من وانا لسه طفل في اولى اعدادي، بدانا بقى نخش في فكره الكورال ولا المقامات الموسيقيه. طيب الغنى الشرقي شكله عامل ازاي؟ طب لما تطلع المسرح تعمل ايه؟ واستمريت تقريبا في الفريق لحد ما يعني الله يرحمه توفى من حوالي سنه، فبقدم له يعني كل الشكر يعني على اللي عمله معايا. ومن هنا بدا الموضوع يتطور، من ان انا كنت حد بغني في بيتنا زي ما بيقولوا، بيسمعني اهلي، لا في جمهور ولو بسيط. بس دي بدايه الاكتشاف يعني. انا عايز اقول لك يعني كتير مننا اكتشفوا نفسهم في البيت في الحاجات اللي بيعملوها والحاجات المتميزين فيها طبعا. ولو ما كانش في الدعم المناسب في البيت عندي، ما كنتش هقدر اكمل. يعني انا ابتكر لوالدي ووالدتي، يعني ربنا يا رب يديهم الصحه وبشكرهم على كل اللي عملوه معايا، ان انا مهندس برمجيات.
تمام بعيد تمام وان انا جيت في ثانويه عامه قريب ممكن دلوقتي في الشغل بقى والتظبيط الصوت والحاجات دي قريب انت شويه لا بس هي الفكره ان انا كنت كمان في ثانويه عامه كانوا بيقولوا لي لو انت عايز تسيب الهندسه ما تخشش كليه هندسه تخش معهد موسيقى عربيه هم مش ممنعين اطلاقا وده مش اختيار اغلب الاهالي بيوفروه لاولادهم يعني صحيح فانا بشكرهم على ده جدا والله هنا يعني ويا رب اكون قد الاختيارات اللي بيسيبوها لي انا حاليا كملت في هندسه برمجيات وجانب ده بقى اغني بنتج لنفسي حاليا اغاني فيا رب بحاول اهو ربنا يقدم ما فيه الخير يعني طيب هتسمعني خلينا بقى نتكلم بقى عن الشغل بقى اللي انا بدات ان انا عرفت ان انا موهوب مثلا في العزف وبدات اشتغل على نفسي الشغل على نفسي ده بيختلف ممكن ان انا اخد انا الاتجاه ان انا اعلم نفسي بنفسي واتقن الموضوع وده صعب جدا في العود ان انا ابقى متطور بشكل احترافي ولكن خلينا في خطوات تانية احترافيه خطوات بقى اللي هي ايه انا ابدا بقى ادرس واعرف الفرق لان انت قلت لي ان انت اول ما بداتي تلعبي على عود بداتي بحاجه ثانيه بعود عراقي هم حتى عزفهم مختلف تماما عن عزفهم هو في الاول كان العود اللي كان عندي كان متفصل عشان انا كنت صغيره طبعا لكن يعني العود بقى اللي كان يعني كبير بتاعي كان عراقي وهو موجود عندي لسه وخدت بقى ايه العود غيرته يعني مغيره كذا مره يعني طيب لغايه ما استقريت درستي بقى عملتي حاجه الحاجات دي عشان تطوري نفسك انا يعني انا درست بس مش بالدراسه اكاديميه يعني ما دخلتش معهد موسيقى عربيه ما دخلتش كده بس انا ما زلت هو طبعا طول ما الواحد عايش اكيد بيتعلم ما زلت طبعا بتعلم وكل يعني العود ما بيخلصش ابدا يعني العود ده صراحه بيحيرني جدا لانه هو فعلا ملوش اله ملهاش اخر صحيح يعني دايما والريشه دي تحريكها صعب رغم انه ممكن اللي قدام ما يكونش فاهم او يعني ما يقدرش لا هي حركه الريشه البسيطه دي لا يعني من كتر ما هي دقيقه جدا فهي صعبه تمرين عليها صعب وبياخد وقت ومجهود كبير جدا يعني خمس اوتار دبل صح للعود هم خمس اربعه دبل واحد فرد هو في الاصل يعني اعواد ايام استاذ فريد كده كانت خمس اوتار وفي بقى اضافوا الوتر السادس ده يعني وتر وفي عود سباعي يعني في اعواد فيها سبع اوتار عادي يعني بس طبعا يعني العود اله جميله حلو في كل الاوضاع يعني اكيد طيب. العزف والغنى دايما بيتأثروا جدا بالحالة المزاجية يعني كتير قوي يقولوا ده مودي اللي هو ده طالع مش في المود فمش بيقدم أحسن حاجة العزف نفس الكلام بالظبط وكمان العزف ممكن يخرج الطاقة اللي جوه الإنسان كتير. في الشكل الحاجة اللي انت بتطلعيها العود كمان آلة حساسة جدا يعني أنا بحس إن العود ده هو لازم أي حد يعني يحب الغنى أو كده يعني لأن العود رنة الريشة يعني بتفرق ممكن أتكلم بالعود طبعا يعني العود كمان مسكته نفسها شفنا نصير شما بيلخص المشاعر الفرح والحزن والخوف والاكتئاب كل حاجة بيلخصها بيطلعها بالنغمات طبعا هو فنان كبير وهو صحيح. برضو هي مدرسة مختلفة تماما صحيح. عن المدرسة الشرقية والمدرسة العراقية مدرسة تحترم بصراحة صحيح. حاجه جميله يعني العود نفسه يعني مسكة العود نفسها هي اقرب اله بتكون قريبه من القلب يعني الرنه بتاعته انا ببقى يعني حاسه بيها غير البيانو مثلا بيبقى من بعيد الجيتار ابعد شويه فالعود يعني اله حساسه وفعلا زي ما حضرتك بتقول لما بيكون انا مزاجي مش حلو ما بعزفش حلو يعني انا بعرف هو بيكون عندي يعني لو انا حبيته هو بيحبني لو العكس بيبقى طيب. برضو انت مزاجك ايه بقى دلوقتي حلو ولا مش حلو هو دايما انا ببقى متوتره من الكاميرا دايما لا ان شاء الله هيبقى حلو سامعينا بقى حاجه كده حاضر طيب خلينا نتكلم بقى عن اول تجربه بتكون بعبع بالنسبه لاي حد سواء بيغني او بيعزف خلينا نتكلم عن اول تجربه بالنسبه لكم انتوا الاثنين هاخد يعني تجربتك انت الاول يا احمد اول تجربه طلعت بيها للناس الاصطدام الحقيقي اللي هيلخص بقى انا هستمر ولا مش هستمر انا في عندي ايه كل الحاجات اللي بتدور في ذهن اي واحد بيطلع لتجربه للناس والله كانت يعني في اول تجربه وانا طفل خالص دي كنت طالع مش بترعش يعني على المسرح تمام وانا فاكر كويس ان انا عملته ان انا طلعت غمضت عيني وغنيت وانا مش مهتم ان في ناس حواليا انا مغمض عيني وهغني وهخلص اغنيتي وامشي يعني انا مش مهتم ان في حفله اصلا انا عايز اخلص من الموقف اللي انا فيه ده حلو بس اللي فكني شويه اول ما اسمع الحل ده والله والله انا اللي فكني شويه بس ان انا لقيت نفسي سامع صوت حلو
فاللي هو قلت طب افتح عيني ابص اشوف رد فعل الناس ايه على حاجه زي كده، لقيت الناس متجاوبه ومبسوطه، فشكرا خلاص انا كده فكيت. كان ده اول تجربه بالنسبه لي، لكن اول تجربه باسمي كاحمد سعد كانت تجربه في كليه اقتصاد منزلي جامعه حلوان. كان اتطلبت وانا كنت طالب في جامعه، كان عندهم حفله وفان داي وكده، فعايزين حد يجي يغني، كان نجم بقى تمام. فروحت هناك جبت زمايلي من الموسيقيين، انا عندي زمايلي موسيقيين شاطرين جدا من الموسيقى العربيه، فروحنا عملنا حفله، وكانت تجربه طبعا بتخض بالنسبه لي ان انا دلوقتي بتعامل معاهم نجم اوحد، انا مش في فريق كورال وفي حد هيجي لي، لا ده انا رايح المفروض ان انا هم مستنييني ودافعين فلوس ومستنيين اليوم كله عشان خاطر حد هيجي يعمل حفله كويسه. فبصراحه رد الفعل ما كانش طبيعي، انا الناس اللي كانت بتصور معايا بعد الحفله انا مش عارف بيصوروا معايا ليه، يعني انا ما حدش شافني قبل كده، بس هم كانوا حاسين المود كان حلو، فده كان نوع من انواع الشكر يعني، ان الحمد لله كان اليوم لطيف وعدى. بس هي انا كنت موفق بصراحه، الحمد لله توفيق من ربنا في التجارب الاولانيه، لان في ناس انا عارف حظها ما بيكونش حلو في التجارب الاولانيه، فانا ربنا يسر لي ده فسهل عليا بقيه التجارب اللي بعد كده. بس فيعني الحمد لله يا فضل ونعم، يا رب ده يتم يكمل على خير. الحمد لله بتبقى صعبه جدا، هي بتبقى ثواني، سنين بتعدي على الشخص سواء كان بيعزف او بيغني، ولكن هي بتبقى الحقيقه ثواني، 10 ثواني 15 ثانيه 20 ثانيه بكتير خالص، بتدخل انت بقى جوه المود خلاص بتنسى كل حاجه. ولكن خلينا نقول ان هم دول بيبقوا اصعب 20 30 ثانيه انت بتقضيهم على الستيج. حصل معاكي نفس الموقف؟ هو يعني انا ابتديت الموضوع كانت اذاعه المدرسه، خلي بالك ده المكتشف الاول لكل عباقره والله العظيم لكل المغنيين العظماء اللي موجودين المدرسه. هي المدرسه بصراحه يعني المدرسه بتاعتي، هتكلم على فتره الاعدادي لان هي دي الفتره اللي انا كنت خلاص بعزف فيها العود وباخده المدرسه يوميا. بصراحه يعني مديره المدرسه انا يعني حابه اشكرها، لان هي كانت، انا حاسه دلوقتي فهمت ان هي كانت شايفه فيا حاجه انا ما كنتش شايفاها. هي كانت يعني ساعات لما بيبقى عندي حفلات وكنت ببقى بره المدرسه وكده، كانت دايما يعني ما تتعلقش معايا قوي على الغياب والحضور والحاجات دي، وكانت تيجي لي تقول لي انا بحبك عشان انت ملتزم. كنت ببقى عايزه اعرف هي شايفه فيا ايه الالتزام، بس يعني هي كانت بتشجعني. المديره بتاعه المدرسه هي عايزه توفر لك البيئه، هي فعلا كانت بتعمل زي البيت بالظبط. عايزه اقول لحضراتكم على حاجه، ان في محطات بنعدي عليها بنكتشف حاجات كتيره منها، البيت بنكتشف منه جزء عن مبادئنا ونظامنا وطباعنا والى اخره، المدرسه بتكتشف فينا حاجات وبنكتشف بالزبط. منها حاجات دي كل محطه بعدي عليها بشوف فيها الحلو واللي مش كويس، والحلو بيأثر معايا. انت لسه يعني فاكره لحد أنا دلوقتي؟ انا فاكره طبعا، وفاكره المدرسه نفسها كانت بتشجعني، يعني المدرسه ليها دور كبير في ان هم يعني يستغلوا ده في حفلات، في يعني اكيد انا ببقى مبسوطه لما الاقي موجه مثلا مبسوط، او يعني صحيح. مديره المدرسه مبسوطه مني في الصبح، ببقى يومي كله كويس اكيد. صحيح. احمد هتسمعني دورك يا منال على وجود معايا، اتمنى ان انا طبعا اسمع اسمك من الاسماء الكبيره اللي موجوده في مصر وتحقق كل احلامك وطموحاتك يا منال. حضرتك طيب انت طيبه وبخير. احمد برضو بشكرك على وجودك معايا النهارده، وانت طيب وبتمنى طبعا ان انت تكمل مشوارك وحلمك هنا وهنا برمجيات وغنى ان شاء الله يا رب اللهم امين يا رب. بشكرك يا احمد وبشكرك يا منال على وجودك معايا النهارده، وبشكر الساده المشاهدين لمتابعتهم لحلقه اليوم من شباب على الهواء. كانت اخر حلقه لينا في السنه دي، وان شاء الله نبدا معاكم بكره سنه جديده وحلقه جديده من شباب على الهواء. تحياتي وتحيات فريق الاعداد، ونلقاكم غدا مع فريق اخر، والى اللقاء.